مفاجأة بخصوص سرقة مشهور السناب عبد الرحمن الراجحي في فرنسا. السالفة وما فيها أن مشهور السناب عبد الرحمن الراجحي كان في رحلة إلى فرنسا للسياحة ونزل في فندق 5 نجوم، ولما خرج من الفندق ورجع انصدم بسرقة ممتلكات يوصل سعرها ل 100,000 يورو من داخل غرفته في الفندق. والعجيب في الموضوع مش السرقة، العجيب والمذهل هو الطريقة اللي سرق فيها. فبعد ما بلغ إدارة الفندق عن السرقة اللي حصلت بغرفته، اكتشف إن السارق دخل للريسبشن وطلب كرت الغرفة منهم، والملفت بالموضوع إنهم فعلاً أعطوه الكرت وطلع فوق وسرق اللي سرقه. وبعدين اكتشف إن الخزنة مغلوقة، فاتصل بالريسبشن وقال لهم إني نسيت الرقم السري للخزنة، ممكن حد يجي يفتحها؟ وبالفعل جاء واحد وفتح الخزنة له وسرق كل اللي بداخل الخزنة وطلع بشكل عادي بدون أي رقيب ولا حسيب. ولما رجع عبد الرحمن للغرفة انصدم من السرقة واتصل بالشرطة على طول، وصرح إنه فعليا لولا سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا ما كانوا ردوا عليهم ولا عطوهم سالفة، خصوصا إنهم لما اتصلوا في الشرطة اللي يخبروهم عن الموضوع قالوا إن ما نقدر نطول المكالمة معاكم. وقال عبد الرحمن إن الشرطة هناك لازم أنت اللي تروح لهم، والموضوع ياخذ وقت طويل جدا ما بين فتح محضر والتواصل مع الفندق والكثير من الإجراءات الثانية. ونصح عبد الرحمن الناس اللي بيسافروا لغرض السياحة إنهم ما ياخذوا أغراض ثمينة معاهم أو يتكشخوا، وقالهم تعالوا بالثوب والشماغ أو لا تجوا أصلا. وصرح إنه الحين ما له علاقة بالحرامي، بل الموضوع والقضية كلها بينه وبين الفندق اللي كان غير مسؤول، خصوصاً إن عبد الرحمن صور الفندق وخبر متابعينه إنه معروف جداً ومشهور وحاصل على 5 نجوم. وأضاف عبد الرحمن الله يعز ديرتنا ويخلينا الأمن والأمان، لو صارت هذه السالفة في السعودية ما تاخذ إلا 3 دقائق ويجيبوا لك السارق ومعاه أغراضك. ولقى الموضوع تفاعل كبير من الناس على السوشيال ميديا وتعاطف مع عبد الرحمن الراجحي اللي للحين ما خبر متابعينه لو حصل مسروقاته أو أي تعويض عن الخسائر اللي تعرض لها.